هذا سائل يقول: رجل زوجته لا تنجب أولاد، فأخذ ولد من دار الرعاية، ويريد أن يكون هذا الولد ولدا لهم من الرضاعة، فهل ترضع هذه المرأة التي لا تنجب هذا الولد فيصبح ولد من الرضاعة لهم؟ من أين لها اللبن وهي ما تنجب؟ إذا كان يريد أن يجعله يعني رضيعا، خلي أختها أو أمه أو إحدى قريباته يرضعنه، فيكون يحرم بالرضاعة. أما النسب لا، ما يكون ابن له من النسب أبدا ولا يجوز هذا، لكن يكون من الرضاعة، إما يكون ابن أخته من الرضاعة، أو ابن أو ترضعه أمه فيكون أخله من الرضاعة. نعم.